حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من السلطة الرابعة، ونبدأها بالعناوين. صحيفة الأيام: اليمن يعلن رفضه لمحاولات المساس بسيادة السعودية. موقع اليمن نت يتساءل هل يخضع هادي لضغوطات الانتقالي. وفي يمن مونيتور: انهيار التعليم في صنعاء يدفع الطلبة للاتجاه نحو المدارس الخاصة أو الخروج من المدارس. أهلا بكم. البداية من صحيفة الأيام، والتي قالت إن الجمهورية اليمنية أكدت وقوفها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها. وأعلنت الجمهورية اليمنية يوم أمس رفضها الكامل لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة ومكانتها. في التفاصيل، قال البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية إن المملكة العربية السعودية تتعرض اليوم لسهام كيدية ومغرضة نتيجة لمواقفها المشرفة والصادقة مع قضايا الأمة العربية والإسلامية وأدوارها الريادية في استقرار المنطقة والعالم، وفي مقدمة ذلك دورها في مكافحة المد الفارسي والإرهاب والتطرف بكل أشكاله. هذا وأعربت اليمن مونيتور عن تقديرها العميق للمكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، والتي تجعل منها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي والأساس المتين والركن القوي للاستقرار في المنطقة، كما تشيد بأدوارها الرائدة ومبادراتها البناءة لأجل الأمن والاستقرار والرخاء على الصعيدين الإقليمي والدولي. وجدد البيان التأكيد على أن الوقوف مع السعودية في كل ما تنتهجه من مواقف وسياسات وما تقدمه أيضا وتبذله من جهود هو موقف ثابت أصيل للجمهورية اليمنية، لا يتزحزح ولا يتغير في كل الظروف. هل يخضع هادي لضغوطات الانتقال؟ بهذا التساؤل تحديدا تناول موقع اليمن نت مقالا للكاتب زيد اللحلي، والذي قال في بداية مقاله إن المجلس الانتقالي عاد من جديد ليطل برأسه من شرفة برج خليفة، داعيا أتباعه كعادته لإسقاط الحكومة الشرعية والسيطرة على المؤسسات الإيرادية بالمحافظات الجنوبية، وذلك كخطوة أولى لفرض انفصال الجنوب عن الشمال. في تفاصيل المقال قال: وفي تقديري تعكس تهديدات الانتقال باستهداف الملاحة البحرية في البحرين العربي والأحمر وفي باب المندب، إلى جانب العملية التنسيقية بينهم والحوثيين، في رسالتين واضحتين. أولهما أن الخلايا الإرهابية المنتشرة في الجنوب هي محصورة في أفراد الانتقال، ولذلك ظهر الانتقال دون تلكؤ بتجاوز تنفيذ العمليات الإرهابية اليابسة إلى البحار والمحيطات، وليس أيضا بمقدور مبتدئي الإرهاب التهديد بذلك ما لم يكونوا ذا خبرة عالية ومتمرسين فيها بذكاء. وثانيهما أن الإرهاب كما يقول في الجنوب، والذي أودى بأرواح الكثير من اليمنيين ودمر مقدرات الوطن، هو صنيعة إماراتية بامتياز، وهي من تشرف وتخطط وتمول وتسلح وأيضا تسهل تنفيذ العمليات الإرهابية. يطرح الكاتب سؤاله في وسط المقال: هل سيرضخ هادي لمطالبات الانتقال عندما ابتز الحوثيون بمطالبهم في هادي في عام 2014؟ قدم استقالته تحين الفرصة للخروج من سجنه والفرار بجسده إلى عدن، لكن هذه المرة غير سابقتها، فالمطالب التي على طاولته اليوم ليست مطلب فصيل أو قوى داخلية، وإنما مطالب دول خارجية
سمت نفسها بدول التحالف العربي بحسب رأي الكاتب، وحقيقة فإن من المستبعد أن يقدم هادي على تقديم أو يقدم عفوا هادي على تقديم الاستقالة، لكن المتاح أمامه أن يخضع للابتزاز أو لابتزازات الانتقالي والتحالف ليحافظ على بقائه في رأس السلطة ولو فخريا، وأيضا ليسلم اليمن بمقدراتها لدول طالما تطلعت لاستعماره والتحكم في مسارات مستقبله. ثورة أكتوبر هي إحدى أهم الثورات في المنطقة العربية، حيث أجبرت أكبر إمبراطورية استعمارية بالرحيل. بهذه الفقرة بدأ الكاتب أحمد عثمان مقاله والذي نقله الموقع بوست، حاملا عنوان ثورة 14 من أكتوبر وحصاد التضحيات. في التفاصيل جاءت بحسب المقال، يشير الكاتب إلى أن اليمنيون قدموا التضحيات الجسيمة وأيضا ركبوا صهوة الموت لقلع قوة عالمية، وهم الحفاة إلا من قوة الحق ولباس البسالة. في بعد نجاح ثورة سبتمبر يقول الكاتب إن سقف الأمل ارتفع لدى الثوار وزادت فرص النصر، حيث دخلت الثورة كأداة للتحرير مثلما كان الجنوبيين ثوار في سبتمبر والدفاع عنها، فالشعب واحد والحلم أيضا واحد. توحدت أكثر من 20 سلطة في دولة جمهورية اليمن الديمقراطي، وكان الهدف الأول للجمهورية اليمن الديمقراطية وأيضا ثوارها وقاداتها هو تحقيق الوحدة اليمنية، وكان ذلك محفورا في أدبياتهم وبالإضافة لتاريخ قادتهم وكتابات مفكريهم في السياسة والتعليم، وأيضا لقد كانت النوايا صادقة، ولهذا تحققت الوحدة مع أقرب فرصة التي تأخرت نتيجة لثقافة الحكم الذي لم يخرج من مسار الغلبة والقوة العسكرية والرماح. يقول عثمان، لقد تعثرت الأماني فعلا انتكس الحلم وذهب الشطرين بعيدا نحو الاقتتال والانقلابات، وانتشرت الاغتيالات ومنها اغتيال رؤساء في الشمال والجنوب، وأيضا تم حدوث مجازر بين رفاق الثورة هنا وهناك، كلهم لديهم نوايا حسنة نحو اليمن ونحو الوطن. اختتم الكاتب مقاله، نأمل أن نخرج من هذه الفتنة والحروب بحل جذري لكارثة الحكم بالغلبة والسيف، لكي نستفيد من ثوراتنا وبطولاتنا الفردية والجماعية قبل أن تحرق في دوامة السلطة ومحرقة الكرسي اللعين، لننطلق بطاقتنا الجبارة ووطننا الغني بكل مقومات النهوض والتطور والحضارة. محمد الجماعي صحفي يمني كتب مقالا تناول فيه موقع العاصمة أونلاين لأين سلطة الكاتب، سلط فيه الكاتب الضوء على خطاب الرئيس اليمني والذي ألقاه يوم أمس، وتناول النقاط المهمة في خطاب رئيس الجمهورية والذي قال إن حضور الرئيس في خطابه الأكتوبري بهذا البهاء والثبات من شأنه رسم صورة واضحة عن وضع الرئيس وقوة تمركزه حول مشروعه وأيضا رؤيته في اليمن المستقبل كمشروع مجمع عليه، ولأجل دفع اليمنيين حتى الآن من شهدائهم أكثر من الذين خلدتهم ثورتنا في سبتمبر وأكتوبر معا، وتلك هي النقطة الأساسية التي دفعتني للكتابة منتشيا بمستوى قوة خطاب المشير. في التفاصيل أشار الكاتب إلى أن الرئيس قال في خطابه الأكتوبري إنه حتى رعاة الغنم في الجبال لا أحد يستطيع خداعهم، وكررها مرتين في سياق حديثه عن مشروعين في الشمال والجنوب يشبهان بمشروع الظلام والاستعمار عشية التحرير قبل 5.5 عقود. مشددا التأكيد بأنه لن يسمح بالعودة إلى ما قبل الاستقلال ولا بعودة المركزية بعد الاتفاق على يمن اتحادي من 6 أقاليم، مهددا بأنه لن يسمح بتكرار ما حدث في صنعاء أن يحدث في عدن.
دعوة الرئيس لإعادة استماع خطاباته في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 ثم في كلية الشرطة بعدها بعام، صادف اهتمامي شخصيا في هذه الأيام بالعودة إلى كافة خطاباته ومقابلاته، وخصوصا الأخيرة لأنها غالبا ما تعبر عن الرئيس بدون رتوش، وخرجت منها حتى الآن بما يشبه الحصيلة التي ركز عليها الرئيس في خطابه: رفض المشروع الإيراني في اليمن، وزاد اليوم بأنه لن يسمح بجنوب يمني، واختتم الجماعي مقاله أو مقالة هادي هو هادي الرئيس الشرعي المنتخب، وفي كل المحافل الدولية مهما أطال ببعده عن العدسات، وأيضا هادي هو هادي لدى مبغضيه ولم تتغير مواقفهم منه حتى الآن، ويبقى أيضا الأغلب في ذات الموقف المؤيد بالرغم من كل المنعطفات التي مرت بها البلاد ومستوى الوجع الذي وصل إليه حال المواطن. بشأن تلك المنعطفات، دعا الرئيس على الصبر في مواجهة مشروع إسقاط الشرعية سواء بالحرب أو الاقتصاد، مؤكدا بأن كل ما يحدث مجرد تفاصيل إزاء ما تسعى إليه إيران ومشاريعها للوصول إلى إمبراطورية لا تنتهي حدود سيطرتها على سواحل البحر. يقبل الطلبة على المدارس الخاصة في صنعاء بعد انهيار التعليم الحكومي الخاضع لسيطرة الحوثيين مع انعدام المرتبات وغياب الرقابة. هذا وأعلنت عدد من المدارس الخاصة عدم قدرتها على استقبال المزيد من الطلبة بعد أن لجأ أولياء الأمور إلى مغادرة التعليم الحكومي بعد عامين من الفشل تحديدا حسب قولهم. بهذه الفقرة انفرد موقع يمن مونيتور في تقرير خاص والذي قال فيه تحديدا: بعد انهيار التعليم الحكومي انتعشت المدارس الخاصة، حيث وصل عدد المدارس الخاصة إلى ضعف المدارس الحكومية. ففي تصريح لمدير عام مكتب التربية بأمانة العاصمة زياد الرفيق المعين من قبل جماعة الحوثي ليمن مونيتور، وصول عدد المدارس الخاصة إلى 600 مدرسة أهلية خاصة في صنعاء، بينما عدد المدارس الحكومية 315 مدرسة حكومية. وأوضح علي ناصر وهو أحد أولياء الأمور ليمن مونيتور، أوضح أنه تفاجأ عند رفض طلب من قبل 3 مدارس خاصة عدم مقدرتها على تسجيل ولد بسبب الازدحام الشديد داخل الفصول بسبب ارتفاع عدد الملتحقين هذا العام إلى المدارس الخاصة. من جانبه يقول علي مقدم أنه اضطر أيضا إلى إيقاف تعليم أولاده من المدرسة لذات السبب، قائلا: إن العام الدراسي أصبح في المدارس الحكومية شبه بالغائب من أي تحصيل علمي للطلاب جراء انقطاع المرتبات المالية عن المعلمين، ما أدى إلى عدم التزام بعض المعلمين بالدوام بحجة البحث عن مصدر رزق يضمن لهم لقمة العيش ولأسرهم بعد انقطاع الأمل في الحصول على أي مبلغ من قبل وزارة التعليم في حكومة الحوثي. إلى هنا تنتهي جولتنا في السلطة الرابعة، وقبل الختام ننتقل وإياكم إلى فقرة الكاريكاتير لنتابع صورة اليوم.